اهلا وسهلا بكم متابعي الاعزاء الكرام، اهلا وسهلا بكم متابعي الاعزاء الكرام. رساله النهارده رساله لكل اب وكل ام عندهم ابن او بنت بيمتحنوا الثانويه العامه او داخلين على الثانويه العامه. اول حاجه لازم تفهم ابنك او بنتك ان الثانويه العامه دي سنه من سنوات حياتك، مرحلة من مراحل الدراسة، انت لسه ما خلصتش داخل على كلية. بلاش جو التوتر في البيت، الاخطاء اللي وقعنا فيها، حتى التوتر اللي بتحصل من الاب والام في البيت مع ابنهم او بنتهم. الحاجة التانية انك لازم تفهمه انك انت ذاكرت ليك، نجحت، ده حياتك وده مستقبلك. النصيحة اللي تنصحها لابنك قبل الامتحان تسأله سؤال واحد. ايه هو السؤال؟ قل له اسأل نفسك، او قل لبنتك اسألي نفسك، هل انت جواكي رضا نفسي عن نفسك؟ يعني انت مرتاحة نفسيا بينك وبين نفسك انك انت اديتي اللي عليكي وانك انت بذلتي اقصى ما في وسعك؟ النتيجة دي بتاعت ربنا. النصيحة الاهم برضو من النصائح المهمة انك بلاش تقارن ابنك او بنتك بابن فلان او بنت فلان او ابن عمه او بنت عمه او ابن خاله او بنت خالته او حد من اصدقائه او حد اي حد تعرفه. كل انسان ربنا اداله قدرات واداله طاقات واداله ملكات. التوفيق مش في الثانوية العامة بس، التوفيق ده من عند الله عز وجل. رب حرفي ماهر أنجح وأنفع من طبيب أو مهندس فاشل. بلاش جو التوتر في البيت، سيب الأمور على الله، دايما نلجأ إلى الله عز وجل باسمه الصمد. هذا الاسم من أسماء الله الحسنى، ورد في كتاب الله العزيز القرآن الكريم مرة واحدة، الصمد. تنصح ابنك وهو خارج الامتحان بعد التوكل على الله عز وجل إنه يقرأ آية الكرسي 5 مرات وهو ماشي في الطريق، ويدعو الله عز وجل بهذا الدعاء: اللهم يا صمد أنت ثقتي ورجائي، يا صمد يا الله، اللهم أولني توفيقا من عندك. بلاش، السلام عليكم، بلاش موضوع التوتر، بلاش موضوع القلق. الحياة ما بتقفش عند الثانوية العامة بس، دي مرحلة من المراحل وسنة من السنوات. ممكن يدخل كلية، مش هنقول ان كلية القمة او مش القمة، لان دي سبحان الله بتبقى فروع علوم بتحتاج لها الحياة ويحتاج لها الناس، علوم الاداب، العلوم الانسانية، علوم الطب، علوم الهندسة، الصيدلة، شتى العلوم. الاهم من ده كله انه ينجح في كليته، انه يعمل مرتبة في كليته ايا كانت. ممكن يدخل اي كلية من اللي هما بنسميهم عادية، ولكن يعمل مرتبة متفوقة ويتعين معيد ويدخل في كارير التدريس وكارير الأبحاث العلمية. النصيحة بتاعتي بلاش التوتر، بلاش القلق، بلاش نقارن أولادنا بأولاد الغير، دي حاجات ربنا مقسمها وأرزاق، وما تعرفش رزق ابنك فين أو بنتك، وما تعرفش يعني ربنا كاتب ايه. ممكن خريج من الخريجين الكليات اللي احنا بنقول عليها عادية ربنا يكرمه بشغلانة او عمل يكون متفوق ليه ومتفوق فيه في المجال ده، ويكون حظه احسن بكتير جدا من اللي هم بتوع الكليات اللي احنا مسمينهم كليات القمة. 136 فيديو في قناتي، لسه ما وصلناش ال1000 مشترك، بيكم ان شاء الله هنوصل لمئات الالاف وملايين الالاف. ان عجبك الفيديو لايك وشير، وشياره لحد يكون عنده ابنه في الثانوية العامة. بلاش التوتر، بلاش القلق، بلاش نقارن أولادنا بأولاد غيرنا. مالكش دعوة بابن عمه ولا بنت عمه ولا ابن صاحبك ولا ابن جيرانكم ولا بنت جيرانكم، إنها كذا وكذا وكذا. سؤال واحد تسأله لابنك أو بنتك: أنت عندك أديتي اللي عليك، جواك رضا نفسي عن نفسك في مذاكرتك ولا لأ؟ هي دي نصيحتي من أب لإخواتهم الآباء والأمهات لأبنائهم وبناتهم الطلبة. حياة مش ثانوية عامة، الحياة إزاي بعد ما تخلص تعليمك الالتزامي إنك أنت تنجح في مجالك أو المجال اللي بصرك بيه ربنا. شكرا لكم، وأسف جدا إن أنا طولت عليكم.
شير الفيديو ده من فضلك لحد يكون محتاجه. ممكن بعد نتيجة الثانوية العامة وبعد الامتحانات تلاقي الولد دخل في هستيريا عصبية وعايز يروح لطبيب نفسي، أو الناس اللي هي الأولاد اللي هم بعدوا عن ربنا ويقول لك ده انتحر وده كذا وده كذا، مش مستاهلة. أهم حاجة أنك أنت بعد ما تخلص تعليمك شوف هتنجح في إيه. رب حرفي ماهر أبرك وأنجح من طبيب فاشل. شكرا لكم.